تحية طيبة لكل متابعين شاشة زاكروس فضائية، كل عام وأنتم بألف خير، عاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. تواجدنا اليوم لافتتاح أحد مترجمات بغداد جويلاند، رافقونا والتفاصيل. الافتتاح الجميل لهذه مدينة الألعاب اللي تابعة إلى شركة استثمارية اللي أنجزت هذا المشروع اللي من خلاله سيقدم إلى أهالي المنطقة خدمة ترفيهية من الناحية التغيير الجو، من ناحية الترفيه، من ناحية يعني عدة أمور ووسائل أخرى. ومن ناحيتنا احنا كهيئة استثمار بغداد مستمرين بالدعم إلى الشركات الاستثمارية الرصينة لإنجاز هكذا مشاريع تخدم الشعب العراقي بشكل عموم وتخدم الشعب تخدم المواطن البغدادي بشكل خاص. شلون شاهدت الافتتاح اليوم من وجهة نظرك؟ والله الافتتاح جيد جدا، القائمون على الأعمال يعني نقدر نقيمهم 10 من 10 من ناحية الافتتاح، من ناحية الترتيب، من ناحية كل الأمور اللوجستية. خلينا نظرك إنه هذا الافتتاح وهذا نقول هذا الصرح الكبير إنه راح يقلل الزخم على باقي المتنزهات. والله يعني إحنا هسه لو قد ما تريد تفتح مشاريع مثل هكذا مشاريع ترفيهية فما راح يقل الزخم، يعني إحنا عندنا مثل مشاريع ترفيهية عائدة إلى هيئة استثمار بغداد مثل متنزه الزوراء، مدينة ألعاب الرصافة، مدينة ألعاب الكارخ. يعني والزخم نشوف العوائل البغدادية باستمرار بهكذا مناسبات، بأعياد، بعطل رسمية، تشوف هاي الأماكن كلها ممتلئة بالمواطن البغدادي اللي يعني المتنفس الوحيد بقى للمواطن البغدادي هي هاي المتنزهات والأماكن الترفيهية. والله احنا نجي لهاي الأماكن نفرح انه اكو أماكن تنفتح عامة للناس، زين تصير متنفس للعائلة وللشباب وكل الناس، هاي أولا. اثنين احنا نريد هاي الأماكن تكثر والنشاطات تكبر حتى اكو سمعه او فد ماخوذه عن العراق. انا هسه دائما اشوف بالانستغرام شباب مجهوداتهم الخاصه يصورون الاماكن الجميله والاماكن العامه وينشروها، نراول الناس الوجه الثاني للعراق، زين، وخصوصا بغداد لان هي العاصمه، زين، فهاني كلش افرح من اشوف هيك نشاطات. والله كلش حلو، شيء مكان راقي وحلو ويعني متنفس حلو للعوائل واجواء حلوه وكانت الحفلة كلش حلوة. شو تغيير الجو صار هنا اليوم؟ أكيد حلو، يعني شيء حلو يعني، ومتونسين به والأطفال يعني مكيفين. دائما كل عيد تروحين تنزه؟ طبعا أكيد، هو يعني نروح، بس اليوم كان شيء مختلف راقي يعني، أجواء اليوم كانوا شيء الأجواء حلوة. والله أجواء حلوة والجو حلو وأيام عيد والناس معيدة. الحمد لله والشكر، فرحانين بمناسبة عيد المبارك علينا وعليكم إن شاء الله يا ربي بالخير والسلامة. أحب أقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله ينعاد عليكم مثل هذا اليوم، والأجواء كلش حلوة بالعيد، يعني لازم واحد يغير جو ويطلع، وهذا المكان كلش حلو. شو شفت الأجواء اليوم؟ أجواء كلش حلوة. وين جاي؟ أنا جاي وصديقاتي. كل فترة تجين ليه أنت بالعيد طلعين؟ أي عادي أطلع ويا صديقاتي ويا أهلي. أجواء كلش حلوة يعني. وبعد رمضان يعني اكيد واحد لازم شويه يتنفه، اي كلش حلوه شفته، وخاصه بعد الامتحانات، يعني انا قبل الامتحانات عندي وبعد الامتحانات، يعني الامتحانات جامعه انا. يا قسمتي هندسه طيران.